مشاهدين اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من لقاء الاجيال، بنستضيف دايما فيها ابناء مهنه واحده بيمثلوا اجيال مختلفه، بنتعرف معاهم ومنهم ومن خلالهم على واقع المهنه ومشاكلها، وبالتالي بنقدر نقيم مستقبلها. النهارده المهنه مختلفه، النهارده بنتكلم على فن الرسم، ولكن رسم بطريقه جديده مختلفه ما سمعناش عنها قبل كده، فن تلقائي، فن بالفطره. معانا النهارده في حلقتنا الحاج ياسي احمد ياسين علي حسين، اهلا بيك يا حاج، منورنا. يا مرحبا. نقول فنان رسام وهنتعرف عليه بالتفصيل، بس اسمحوا لي اقدم بقى الجيل اللي بيمثل، الجيل الشباب معانا النهارده بيمثله، طه احمد ياسين، اهلا بيك، فنان برضو ورسام، اهلا بيكم معانا في الحلقه. والرسم اللي بنتكلم عنه رسم على الجدران، الرسم اللي كنا بنشوفه زمان، سواء كانت مناسبة سعيدة، فرح، حج، كنا بنلاقي الرسومات، بنلاقي كلام على الجدار، يمكن اختفى شوية من القاهرة لكن موجود في بعض المحافظات، موجود عندكم في أسوان لسه. هو ليس من جديد، ده من قديم، من قدماء المصريين. أي. لأنه على المعابد التحطيب مرسوم على المعابد من أيام الفراعنة. أيوه. وبجريد النخيل، ما كانش فيه مصانع تصنع الريش. ده حقيقي، احنا تعرفنا على تاريخهم من خلال بجريد النخيل وقلع النخيل اللي هي من النخله بتاع الصباط بتاع البلح، في كتاب الله الكريم القران، في ايه بتقول والنخله باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. كده احنا ربنا اكرمنا بالفطره وبالموهبه الربانيه اني ارسم بجريد النخيل وطلع النخيل. حضرتك كنت بترسم يا حاج بجريد النخيل؟ بجريد النخيل وموجود معانا. بدات امتى؟ بدات في 65. الفكره جت ازاي ولا هي موهبه فرضت نفسها؟ لا، كان لي عم توفى الله يرحمه، الشيخ تقادم اسمه. اي. من حمله القران، كان خطاط مساجد ومنادر الكبيره بتاعت البيوت عندنا. وفي رسام في الحجاج، انا رحت وراه، سبت المدرسه ورحت معاه. في سنة ستة ابتدائي كنت. سبت المدرسة في ستة ابتدائي، سبت المدرسة بالفسحة، سبت المدرسة ورحت شفت عمي جنب المدرسة في بيت، أنا رسمت عليه، بيت الحاج أحمد الملاوي اسمه، والحاج حسن شيبة بسلوى بحري، مركز كومب، محافظة أسوان. ذكريات فاكرها كأنها امبارح. أيوة، يعني كأنها لسه. من أنا صغير حافظت، رسمت الجمل وعليه المحمد، وكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيوة. الكوكب بتاع فوق الجمل المحمد، ورسمت الباخرة والكعبة، وباقي كده ما خلانيش، قال لي امشي المدرسة، خلص التعليم حتى ترجع ترسم معاي. ولكن ما روحتش، ما رجعتش المدرسة. لا، ما رجعتش المدرسة. ما رضيتش ترجع. صممت، بقيت اطلع وحدي في الحجاج، بقيت ارسم على الجريد واعمل، واروح اللون اجيبه من فوق السكة الحديد، كان في مصنع في أسوان بتاع الصلب والحديد، بيطلع بذرة حمراء على السكة، بحملوه في القطارات بيجيبوها حلوان للتحليل. ايوه. من مصنع الصلب والحديد. دي الالوان، الألوان يعني انت كنت بتاخد الالوان من الطبيعه يعني. من الطبيعه، بلقاها فوق السكه الحديد، بلف بعملها في علب وبركب اللون. اللون الاصفر كنت بركبه تركيب اختبارات، يعني غير من العصفر بتاع القرطم، في خضار بيطلع في الشتاء القرطم له عصفر اصفر، كنت بسخر اللون الاصفر من ده. ايوه. مين علمك تركيب الالوان ولا حاجه؟ لوحدي. استخدام الطبيعه في الالوان لوحدي. معقوله؟ والله لوحدي، ما فيش، ما خلونيش اختبر مع عمي نهائي، ما رضيش لي، قال لي التعليم ابدا. ايوه. فانا ما بصيتش للتعليم يعني، الحمد لله ما حصلتش. طيب معلش سؤال هنا، يعني وهي دي مهنه ليها العائد المادي بصراحه كده اللي يغنيك عن اي وظيفه ثانيه او شغل ثاني؟ والله احنا ما بصيناش الماده لحد دلوقتي. يعني ما حددناش سعر، ان احد السعر للزبون بتاع الحج، نفترض ما معهمش، برضه حرسم وامشي واروح، ما فيش. لما يصرفوا فلوس يدوني. مش بتتفق يعني اي رسومات بتروح ترسمها؟ دي موهبه. انت ما بتتفقش على سعر ولا اي حاجه؟ على اي أسعر. يعني احيانا الرسومات تبقى بلا مقابل، بلا اجر. بلا اجر. الاجر على الله. لكن اختفت برضه من اسوان، ما بقتش زي الاول. لا، اكتر. اكتر من الوقت؟ اكتر من الاول. القرية الوحيدة سلوى، فيها رسام واثنين وثلاثة.
على فكرة الحاج أحمد ياسين مشهور بعيد السلواوي دي، دي نسبة نسبة للبلد للبلد السلواوي. سلوى 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 دي، دي تابعة لأسوان. تابعة لأسوان. أي مركز كومبو محافظة أسوان. مركز كومبو. مطلوب الرسومات دلوقتي أكتر من الأول في كومبو. أكتر بكتير، لحد القليوبية عندكم هنا بحري مطلوب من الحجاج محافظة القليوبية. إيه المناسبات تانية غير الحج؟ الافراح اللي بترسموا فيها. الافراح بترسموا ايه في الافراح؟ نعمل المزمار ولعب العصايه على على المزمار البلدي وعلى الرباب. ايوه بنعمله برضه. طب لما هرجع لك يا حاج، الخيول. الخيول دي رمز الخيول في الافراح. في الافراح. ايوه سباق الخيل بيعملوه في الافراح عندنا لحد الوقت برضه. هي دي رموز الافراح حاليا في اسوان ورمز الحج بقى. سباق الخيل في البلاد، كل بلد بتعمل لها يوم لها ليله في السنه بسباق الخيل. المحافظه كلها بتجمع الخيول، كل مركز بيرمح مع المركز الثاني، اللي يجري اللي غلب ياخذ الرايه وياخذ الكاس. انتوا بترسموا بقى الحدث ده؟ بننقل طبيعه من الخياله في المسباق في المرماح، بنقل الخيول اروح الليالي مخصوص بتاعت الاولياء، كل بلد ليها ولي. ايوه بيعملوا احتفال لي كل سنه، فانا بنقل الخيول اروح بالليالي دي. هذا نظامنا يعني. تروح ترسم الخيول دي يعني. الخيول. وفي الحج في الحج بترسم الكعبه والجمل. ده الرمز. الكعبه وجبل عرفات ورمي الجمرات. ايوه والمدينه المنوره صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبه لجيل الشباب طه والحج برضه هو جاي هرجع لك استقبال 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 الحج بقى هو بيحضنوه. هم بيحضنوه. هم بيحضنوه وبيطلبوه والرواية برضه. طه بقى انت طورت يعني، المفروض جيل الشباب دايما بياخد الخبرة. أيوة من الجيل اللي قبله من طبعا. الوالد. ويطور بقى يعني. دلوقتي في حاجة اسمها ديكور المنازل، الديكور ده انت ممكن كنت تطور الرسومات بانك تعمل رسومات جوه على الحوائط المنزلية. يعني انت ممكن تروح بيه في حتة تانية خالص، ووقتها يكون ليه مستقبل ويكون ليه عائد مادي وكله. فكرت تعمل كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حضرتك أنا ابتديت مع الوالد من سنة 2015، فابتديت في رسومات الحج. أول حاجة كانت معنا، فنظامها كان إيه؟ إن إحنا كنا عاوزين ندخل النظام القديم يرجع معنا للأول، يعني نكتب الحرف مثلا الجملة مثلا لبيك المأخوذة المقول لبيك اللهم لبيك، يبقى جواها المنسك الكعبة المشرفة، فبيبقى او والقبه او المنظر المدينه المنوره بنكتب عباره محمد داخلها منظر المدينه القبه الخضراء يبقى معنا. وعرفات بتكتب كلمه عرفات تكتب جواها الايه فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. دي اخذنا فيها النظام بتاعها 2015. ف 2016 دخلنا في تطوير شويه بحيث ان انا ادخل الوان جديده تخش معايا تحفظ لي على مكانه الالوان بتاعتي تديها اعوام اطول. يعني بدل ما الوالد كان بيستخدم مثلا الوان كلها من الطبيعه بيخلطها وبيصنعها هو، انت ممكن تستخدم الوان صناعيه معاها. لا هي هي كانت غالبيتها مركزات. مركزات مركزات دخل مع اكاسيد، بندخل الاكسيد عشان الشمس عندنا حاره شديده، بندخل الاكسيد مع ايه مع المركزات اللي هي صبغه زياده يعني. ايوه بندخل صباغه معاها اكثر عشان ما تهربش من الشمس. اتفضل يا ولا تتأثر بالمطر. بعد كده دخلنا في نظام ايه ربنا وهبني موهبه اكتشفتها فيها سنه 2016 اني انا انقل الشكل بعيني، ان الحاجه اشوف الشكل. الحاجه بعيني تتنقل معايا تنفيذ على طول. يعني انا لو خدت صوره منها شكليا معايا ارسمها بنفس التفاصيل على اكبر تكبير معايا. فابتديت الفكره دي سنه 2017 دخلت فيها. انت لسه مكتشف الموهبه دي في 2017؟ 2017 ده والدك اكتشف نفسه وهو هو طفل 2015 لسه. انا اكتشفت ان انا كان في السنه بحيث ان ما تبقاش المناظر التقليديه اللي احنا بنشوفها. انا مناظر مناسك يعني احنا عندنا الاعتزاز بالمناسك اكثر من الرسومات الثانيه بقت معايا بالذات، ان المنسك الواحد هو ماشي بيشوف الطبيعه الخاصه بتاعته نص التفاصيل والطبيعه اللي هو شافها هنا. اللي شافها فين؟ اللي شافها في المناسك الحج. بيشوف انت بتتكلم على حدث هنا الحج بس. لكن انت بعد كده دخلنا تطوير ان انا ما اعملهاش الرسمه تبقى رسمه تقليديه وخلاص على الحيط،
لا يبقى لها برواز تبقى داخله، يبقى له زخرفه بحيث انه هو يشد انتباه. انا فهمت فكرتك دلوقتي، يشد انتباه انت بتقعد كانك بتعمل مقابله مع كل واحد، هو شاف ايه، ايه الصوره اللي وصلت له ان كل واحد بيروح الحج بيرجع بذكرى خاصه بيه، رؤيه معينه مرتبطه في ذهنه، فانت بنقلها على الرسم، بيجيبها له على الجدار بتاع الحج على الجدار بعد. يعني هنا انت بتتكلم مع صاحب المنزل او الحاجة، اعرف الافكار الموجوده او اخذ الفكره المعينه اللي احنا بناخدها ان البلد دي احتفلتها بايه، ايه الحصان المشهور هنا في القريه دي، بحيث ان انا ما نقولش عادات وتقاليد عندي في قريتي تكون مؤثره عليهم. ايوه ان انا ابتدى برسومات ارسم الرسومات اللي هم اللي قدامك، افهم اللي عندهم، بعد كده ادور على الشغل اللي انا شفته قدامي. يعني مثلا زفه الحج، لا احنا بناخد فكره انه قدامنا جم واحد اثنين ثلاثه دول اهاليه او اخوه او غيره في الاستقبال، بتبقى الصوره تقريبا 80% من شكل اللي هو هيبقى يستقبل الحج. ايوه دي في الحجاج، انما في المرماح وغيره فبناخد الحصان نفسه تفصيله بكل تفاصيله. انما في الافراح دخلنا موضوع جديد اول مره يحصل معنا، ان احنا نكتب تهانينا بشكل مكبر معنا تكتب ودخلها العريس حضنه اخ او والده رسم، بحيث ان احنا ما تبقاش عبارات بس. طب سلوى ما فيهاش غير حضرتك يا حاج وطه اللي ورثوا المهنه، ولا هي اكتر من عيله؟ لا في تقليدي بس ما حصلوش شغل بتاعنا، يعني الشغل بتاعنا ما حصلوش. لا احنا هنا مش بنقيم. انا بس بسالك مهنه الرسم على الجدران اكيد مش عيله واحده اللي بتمارسها، اكيد هي حاجه معروفه قوي في اسوان عموما بتمارسها اكتر من عيله يعني. لا في كتير بس ما يجوش بشغلنا نهائي، يعني ما حصلوش شغلنا. كلهم مرتبطين بمناسك الحج والافراح. الحج والافراح بس، والخيول ما فيش رسام يطلع الخيل. اي لان الخيل في اوصاف، في وصف الخيل في الخيل، في رجل، في رجل الخيل، في البطن من جوه هنا، من هنا ومن هنا كده، في علامه اسمها ايه دي، حدقه الفرس. ايوه الحدقه دي في الشرع، في الشرع الاسلامي كده، دي اسمها حدقه الفرس. ايوه دي ما فيش رسام بيطلعها ولا في مصر. يعني انت شايف اللي بيميزك عن اي عائله ثانيه بترسم، انت بتتحدى ان انت بتطلع على مستوى العالم، بتطلع في الخيول وفي الجمال وفي الاشخاص. اي رسام ما يقدرش يطلع الحج وحضنه واحد، او واحده حجه وحضنها واحده بتهنيه، صعبه ها؟ ما فيش. تلقي المرأة الحجة حضنها واحدة شايلة الشربات بتهني الحجة بالعودة. أيوة ما فيش حد طلع حاجة. يعني أنت شايف أنك متميز في حاجتين، الحضن، الأحضان تقليد. أنا ليا 23 صفحة في المجلد الأمريكي ده. أيوة ما فيش رسام حصل زيادة على 12 13. أنا ليا 23 صفحة. أنتوا بتقيموا بدرجات من الخارج؟ من الخارج. أهو موجود الكتاب اللي قيم الكل ده. اللي جاي بهذا ام بركر بتاعت امريكا ده، ما فيش حد يستلمه غير عبد الفقير. طيب وهو على اي اساس تقييمكم بيجي من الخارج؟ هم ازاي يقدروا يوصلوا لمعنى الفن ده فن جات في 88 محلي جدا، جات في 88 عندنا في سلو ام بركر دي من امريكا، ام بركر جات اسوان، بتطلع على الرسومات هي ماشيه، هي داخله اسوان، احنا على الشارع بنرسم الحجاج اللي على الشارع، كل شغل على نزاهه. هي بتصور، كان جت دخل البلد ورانا في حج. ايوه صورت لنا الكتاب ده. ايوه وطبعت وبعثت نسخه لنا موضح فيه جميع رسوماتنا. دي هي بقى قيمة كل رسوم. طب انا حتى على قصه ان باركر وال جميع رسامين مصر، بس خلينا نعرض تقرير عندنا. أيوه. بنتساءل فيه الناس، يعني هل المهنه دي او الهوايه دي ما بقوش يحبوها زي زمان، هتختفي تماما؟ لا لا ولا العدد، لا في ناس برضه محتفظه بحبها للرسم على الجدران. خلينا نشوف التقرير ونرجع نستكمل حوارنا معاه. الفن ده كان موجود ايام ما كان فيه بساطه، ما كانش فيه تلفزيونات، ما كانش فيه نت، ما كانش فيه، فكانت الناس بتعبر عن سعادتها بالرسم على الحيطان. لما الواحد يطلع الحج يرسموا له مركب، يرسموا له طياره. انما دلوقتي كل حاجه موجوده، انت النهارده حتى ممكن تصور والدك وهو بيسافر وطلع يسافر، ممكن تصور نفسه على الـ على الـ على في الطياره. فالعمليه بقت خلاص، بقت صوره متحركه،
مش صورة ثابتة يعني. فهي دي الفكرة في إن الموضوع ده اختفى، وبعدين مش مربح. هو سبب إن هو اختفى بسبب تقدم التكنولوجيا والإنترنت، ودلوقتي خلاص ابتدت في حاجات كتير قوي قوي قوي، عادات قديمة كنا بنعملها مع تقدم التكنولوجيا بتبتدي تختفي واحدة واحدة. ابتدى كمان التغيير اللي في 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 السلوكيات. احنا كشباب ما بقيناش نبص للتراث القديم، بقينا نبص عن طريق النت للحاجات الجديدة، وما بنطورش التراث القديم. فالتراث القديم بتاع الفن القديم بتاعنا، الفن الشعبي القديم، ما طورناهوش. بنستورد فن وبنهد فن تاني شعبي مصري اصيل. لو احنا النهارده طلعنا حج، ما اعتقدش واحنا راجعين او احنا حتى طالعين هيبقى في دماغنا حاجه زي كده النهارده. انما يمكن الاجيال القديمه اللي هو والدي او جدي او حاجه زي كده كانوا بيهتموا بحاجه زي كده من نوع اللي هو ايه، التباهي قدام المجتمع، ان انا طلعت حج والنهارده لازم بتروح بتهني وتقول له مبروك وحج مبرور. انما يعني دلوقتي مبقاش في الكلام ده. يمكن النهارده انا لو طلعت حج وبرجع مفيش، هو تليفونيا قالوا الحمد لله على السلامه مبروك عليك وخلاص. الرسم على الجدران اختفى زيه زي اي عاده من العادات القديمه اللي اختفت واندثرت والناس بطلتها واعتبرتها انها حاجات يعني قديمه وحاجات ملهاش لازمه يعني. اهلا بكم مشاهدينا مره اخرى، بنتابع حلقتنا مع الحاج عيد السلواوي، وده اسم الشهره لكن الاسم الحقيقي الحاج احمد ياسين. نقول ان طبيعه الرسومات او العادات والتقاليد بتفرض نفسها، يعني انت حاصر نفسك في رسومات معينه اللي هي الحج والافراح وسباق الخيول. اي رسومات؟ راعي الغنم، واحده شايله البلاص من زمان، لا زمان قبل المياه ما تنزل في البيوت، ما تدخل البيوت لما كانوا بينقلوا المياه في البلاص. بالبلاص برضو ده طبيعي خالص. اي يعني رسومات طبيعية. واحدة بترمي بتخبز الأكل العيش في الفرن. المناظر الطبيعية، النيل وجماله، بالزرع والخضرة والسمك فيه. بترسمه؟ كل. والسمك؟ صيد السمك والصيادين برضو كل. يعني بترسم مناظر طبيعية عادي؟ اي حاجة. وما برسمش رسم بطباشير ولا بفحم الاول زي اي رسام. ايوه. لا برسم من الخلف. يعني عايز ارسم الجمل، ارسم ممكن ارسم البلاص قبل ما ارسم ده. انت ليك فكر كمان في الرسم، ليك مدرسه بتاعتك. لا الحمد لله. انت بترسم من الخلف. من الخلف، ما حبش اي صوره؟ اي صوره، اي رسم ارسمه من الخلف. لو كمل اي رسام انا اتحداه يكمل المنظر. اعمل له الحصان من الخلف. لو كمل باقي الحصان ياخد 1000 جنيه مش 100 جنيه. طب انت يا حاجه بتكمل الحصان يعني ولا بترسمه من الخلف؟ من اي مكان، من تحت من فوق. ايوه من الخلف. وبتجيب يعني بتجيب بقيته يعني حفظ الخيول، حفظ تحفيز الجمال البني ادم الحمد لله. يعني انت بترسم كانك بترسم 3D. أيوة. البعد الثالث. يعني الصوره كانها مجسمه. بعدين لما تيجي تبص بالشكل يعني واحد بحيي قدام الباب بعمله كده اهلا مرحبا بكم. ده لو بصيتي من كده يجي معاك كده، معاك كده، معاك ثلاثي. الابعاد الثلاثيه دي زي ما بقول لك الابعاد الثلاثيه. الابعاد الثلاثيه. فنقول دي ثالث حاجه بتميز الحاج احمد ياسين. دي ما حدش يقدر يجيبها عن اي حد. اي رسام ما يجيبهاش. اي بفضل الله يعني. نقول دي موهبه فطريه من عند الله سبحانه وتعالى. ما فيش او انت ورثتها، انت بتقول عندك عم برضه. لا عم بس وطه ورثها. ما رسمش في الخط، انا ورثته عند عمي، عند عمي. لكن في الرسم ما حدش رسم بتاعنا يعني. ما هو كل جيل بقى بيطور يا حاج. ايوه بس وطه برضه طور في الرسومات. هيبقى احدث كمان. ايوه ان شاء الله. مين زباينكم دلوقتي؟ يعني مين اللي بيطلب منكم رسومات غير اصحاب المنازل عندهم مناسبه معينه؟ والله احنا عندنا الافراح حاليا اليومين دول بتطلبوا قبل الموسم الحج الافراح. بعد كده ما نخش موسم الحج بنلغي الافراح. ما نقدرش نروح فرح ونسيب الحج، لان الحج محدود النزله بتاعته، بينزل بعد 10 ايام، بعد 15 يوم، بعد 20 يوم لازم يخلص قبل ما يجي. ايوه. اول ما يبدا سفر الحج احنا بنبدا شغل، ما بننامش. انت اللي بتبدا شهر. من نفسك؟ بيدعونا ليه وبسجل. هم اللي بيدعوك. بسجل الاسم. يعني ممكن يلقاني سيادتك لو رحت الحج وانت في البيت، داخل البيت تلقى البيت الصبح مرسوم برا الباب من غير ما تشوفي. أيوة. وانت في البيت والباب مقفول،
ايوه هشتغل معاه كشافات، وبشتغل على الكشافات، بشتغل خارج، بقول خلوا لي دكه او اثنين برا الباب عشان اشتغل عليها زي السقاله يعني. ايوه وبشتغل عليها برا الباب، بخلص البيت وصاحب البيت ما طلعش من الباب اهل الحج. يعني انت بتبدا تاخد منك قد ايه؟ يعني انت بتقول لي انا ببدا من اول ما هو بيسافر للحج، ممكن اطلع ممكن حج يطلع في يوم، في الليل اطلع حج غيره. اروح اعمل سهره عنديهم لحد الشمس ما تطلع عنديهم، برضو اطلع شغل الحجاج اللي البيت من بالليل لغايه الشمس ما تطلع، تكون خلصت حج الحج الثاني. يطلع من بيته يتفاجئ ان هو بيته مختلف، يلقى البهجة على بهجة فعلا، افراح افراح يعني الحمد لله. ايوه طيب يعني. عايزين نرجع نتكلم عن ان باركر، وازاي اديت لكم التقييم ده وعلى اي اساس، وشهرته وصلت لبره ولا هنعرض كل حاجه والكتب وكل الرسومات. انا عايزاك بس تقول لي المعلومات دلوقتي. هي جت صورت عندنا فلقيت الاسم بتاع الحج بكتبه على معاهم مرشد الساحل من الضبعيه الاقصر، المرشد الساحل قال لي انت، هي بتقول لي بتقول لي يعني يتكلموا باللغه، انا ما بعرفش لغه، قال لها بقول لها ما بعرفش يكتب، هي بتقول بقول لي هي بتقول لك ما بتعرفش تكتب انت، ما معكش شهايد، قلت له ما معيش. هي مستغربه جدا انك ازاي بتجيد الرسم وكل ده مفيش وانت تعليق. مش ما فيش تعليم، ما عنديش تعليم ولا شهاده ابتدائيه حتى ما حصلتش عليه. ايوه ولا محو امي، فكانت مندهشه يعني. قلت له اكتبوا لي الاسم في الورق، انا نقلت الاسم على الباب، بتفتكرني هي امي، جايبانه في المجله امي، فنان فطري امي، لا يدري القراءه ولا الكتابه. ايوه في الجريده برضه جايبها كاتبه كده، جايبها معايا، ونقل الاسم بتاعها بالظبط وناقش، رغم ان هو لا يجيد الكتابه ولا ولا لا يجيد القراءه ولا الكتابه. ايوه شوف، فجيت انا بكتب الاسم، قال لي انت ما بتعرفش تقرا، قلت له لا ما عنديش، ما بقراش ولا اكتب. ايوه قال لي تكتب ازاي، قلت له بنقل الاسم، انا بنقل الاسم صح، ونقلته برضه وطلعت. ايوه 100% الحمد لله. طب والفيلم التسجيلي واعرف كمان انك حصلت على الجائزه الفضيه سنه 1999. 99 ده حصلت عليها من فين؟ ده حصلت محافظه اسوان، اشتركت بفيلم، جت واحده من فرنسا سجلت عندنا واشتركت بالفيلم، اسوان اشتركت بالفيلم بنسخه منه، اخذت الاول اسوان، كانت بتكفل الساعه 10 بالليل البرنامج بتاع اسوان، الاذاعه بتكفل الساعه 10، خدت بالبرنامج، دخلت البرنامج العام بفيلم جداريات بالحج بتاعنا اللي هو حصل على الجائزه الفضيه، استلم الجائزه الفضيه كان مخرج الاستاذ علي المريخي، طلع معاش حاليا. كان أيوة. مدير القناه في اسوان. أيوة. حصل على الجائزه الفضيه، والله اعلم مبلغ كم. طبعا انا ما حدش اداني خبر، قالوا انت حصلت على الجائزه الفضيه، خلاص الحمد لله اسوان نجحت وفرحنا. يعني انت حصلت على تقدير ادبي بس كده. الحمد لله. شهره بس. وشهره. لكن الحمد لله لحد دلوقتي ما تكافأتش بمبلغ مادي ولا شهاده تقديريه. اي حتى الان ما عدا الازهر. الازهر انا كنت فراش في معهد ابتدائي، جاء مرور من مصر كرمني، ده الخاص بالتربيه، كنت راسم واحد مقري بارض الطابور فوقيه ايه قرانيه، واذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، ده في ارض الطابور، والمقري يعني تقول شكل لحد دلوقتي موجود في المعهد الابتدائي بسلوى بحر. اللجنه اللي جات كرمتني انا بشهاده تقديري، المدرس للتربيه الفنيه، وانا راجل امي ازاي ابقى مدرس ازاي، وموجوده والله كنت حاجبها معايا. قد ايه سعيد وحسيت بالتقدير. شوف إيه التقدير. لما قالوا مدرس كرمني التربيه الفنيه، انا راجل عامل، انا بمسح زوره الميه وبغسل الزيار، كنت ادب للنفس، لانني كنت وكيل مكتب تليفون وتلغراف تعيين قرار عبد الناصر. انا طلعت من الجيش، قدمت 6 سنين في القوات المسلحه، قوات حرس الحدود، كنت عامل لاسلكي. ايوه حضرت حرب 69 استنزاف، وحضرت 73. ايوه برضه ما تكرمناش. فالتكريم اللي جه من الازهر، التكريم اللي جه من الازهر ده عوضك عن كل الاحساس عوضني والله لحد دلوقتي بفتخر. انا بعد ما طلعت معاش لقيت الشهاده. اي ايه ده؟ انا مدرس وانا عامل. انت فنان.
طيب يعني فنان، انت مدرس لكن وفنان لكن ما مخفي على فكرة، يعني ما حدش فنان وفنان مشهور وفنان بالفطرة، الفطرة اللي فرضت نفسها اللي ظهرنا النت اكتر حاجة النت الحمد لله بال 5000 و 8000 متابع اعجابات والله بال 5000 بتيجي في ليلة واحدة يمكن، يعني عملنا منظر اعجاب دخل 5000 اعجاب في لحظة. ولسه طه لما يضيف لا الحمد يدخل لله افكار جديده الشباب لازم بحر ان شاء الله الشباب لازم يضيف لازم إن شاء الله. يفكر يعني يدخل افكار متطوره حديثه زي كده الالوان اللي دخلها والزخرفه موجوده برضه والزخرفه اللي دخلها وشغل السوشيال ميديا والفيسبوك ده شغلك انت، انت اللي تعمل دعايه اكتر تخلي شغلكم مع معروف اكتر. لا الصراحة أنا بديت حاولت أتواصل مع كل الجهات كلها قنوات تلفزيون وغيره إن إحنا بنرسم الجداريات بصورة متميزة أول مرة حد يشوفها يعني عندنا هنا في الصعيد، فكله يعني بيحاول يشوف صفحتنا على قد ما يقدر، بس الصور بتاعتها لحد دلوقتي تعتبر الصور الفريدة بها مصر، الصور الجداريات بتاعت عيد السلوى المنفردة بها الصعيد، ما فيش رسومات بالطبيعة بتاعتها. انك انت ان الواحد اللي راكب عربيه يعني بتجذب النظره بتاعته اصلا. جملتوا البلد يعني انتوا جملتوا احنا شاركنا لله الحمد فوق العالم يعني اشتركنا لله الحمد في مركز الشباب سلوى بحري، عملنا فيه جداريات رسومات بتاعته، ده برضو كان على حسابنا احنا، عملنا احنا تكريم صاحب من السويد كان موجود ايوه وكان في وفد من كندا ناس مبسوطين برضه. اكتر ناس بيقدروا بيحسوا لان هو فن محلي قوي، فجايز احنا عشان عينينا واخده أو لكن الاجانب لما بيشوفوه قد ايه بيقدروه. احنا بنلاقي مدن بحالها يعني مزينه وبتتجمل جدا بالرسومات دي لا بس ما زيش بتاعتنا طبعا. احنا عندنا انفراد يعني في نظام العادات والتقاليد انه ما فيش حد يقدر يدخل الفنان التقليدي غير عمل احنا واجهه البيوت تختلف اي بالورود وبالزخرفه وضع السنه دي بالذات احدث شغل بفضل الله دايما من نجاح لنجاح يا رب دايما يا حاج الحمد لله وان شاء الله تحصل على تكريم تاني يسعدك اكتر واكتر ان انت تستحق وفنان بجد وموهبه فطريه الحمد نقدر نقول انها فرضت نفسها يعني على اي شهاده او عين. بنشكرك يا طه انت كمان شكرا ليك جيل الشباب اللي بيضيف دايما وبشكر مشاهدينا ايضا على متابعتهم لينا ولقائنا الاسبوع القادم ان شاء الله في نفس الميعاد شكرا والى اللقاء.